السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا شباب على قناة أيوب خبيز. في هذا الفيديو أتيت لكم بموقع حصري للربح من الإنترنت، فهو موقع حصري وهناك العديد من الأشخاص قاموا بالسحب منه، ولذلك أحببت إخواني الكرام أن أقدم لكم هذا الموقع لمن أراد الربح منه. فطريقة العمل من خلال هذا الموقع فهي سهلة جدا، هي الضغط على لايكات للصفحات الفيسبوك والصور اللي على الفيسبوك، وأيضا متابعة حسابات الإنستغرام والتويتر، وأيضا الاشتراك على القنوات يوتيوب، وتحصل على النقاط. وتلك النقاط يا اخي الكريم يمكنك تحويلها الى الدولارات وسحبها على الباي بال المفعل وايضا غير المفعل، فهو موقع صادق. وايضا يمكنك من خلال هذا الموقع ترويج لقناتك يا اخي الكريم. سوف أريك هذه الطرق من خلال هذا الفيديو. المهم، إذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة المرجو الضغط على زر الاشتراك ثم تفعيل خاصية الجرس كذا لكي تتوصل بكل ما هو جديد حول هذه القناة. وأيضا لا تنسوا الضغط على زر لايك للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في تقديم لكم الجديد إن شاء الله. لن أطول عليكم فلنبدأ على بركة الله. انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا يا شباب، قد قلت لكم من جديد. نعم، فكما قلت لكم في بداية الفيديو أتيت لكم بموقع حصري للربح من الانترنت، فطريقة العمل من خلال هذا الموقع فهي سهلة وبسيطة جدا، لا تتطلب منك أي مجهود كبير. الآن سوف نتطرق إلى الموقع، فكما ترون هذه هي الواجهة الرئيسية لهذا الموقع، اسمه gptechcoins.com. سوف تجدون الرابط أسفل هذا الفيديو لمن أراد العمل في هذا الموقع. فكما ترون هنا يعطيك الفيسبوك وانستغرام والبيتكوين ويوتيوب والتويتر. نقوم بالنزول الى الاسفل لكي نكتشف المميزات هذا الموقع. فكما ترون هناك لديك 5 مراحل للربح من خلال هذا الموقع. هنا متابعة حسابات المواقع الاجتماعية، وهنا كومبليت اوفرز يعني اكمال بعض العروض الخاصة بالسي بي اي، وهنا دوجوب العمل في بعض المهامات، وهنا ترافيك يعني تبادل النقرات على المواقع اختصار الروابط، وهنا بلاي فري جيمز يعني تقوم بلعب بعض الالعاب وتحصل على النقاط. وهنا يقول لك عندما تقوم بالتسجيل تحصل على 50 نقطة، وهنا شير يور لينك يعني مشاركة الرابط الإحالة الخاصة بك، وهنا عندما تقوم بالعمل في الموقع تحصل على 300 نقطة، وكل 300 نقطة تساوي 1 دولار. نقوم بالنزول الى الاسفل. كما ترون هنا يقول لك يدعم الباير والباي بال، وللتواصل مع الدعم الموقع عبر فيسبوك او تويتر او يوتيوب. سوف اريكم طريقة التسجيل اخواني الكرام. تقوم بالضغط على ريجستر، وهنا تقوم بكتابة اليوزر نيم اسم المستعار، وهنا الايميل، ثم اعادة الايميل، هنا كلمة السر، ثم إعادة كلمة السر، وهنا تقوم باختيار رجل أو امرأة، وهنا تقوم باختيار الدولة الخاصة بك مثلا أنا مروكو، ثم تقوم بالضغط على أجري، تقوم بالضغط على هذه أو قم بالضغط عليها لأن هناك رسائل سوف تزعجك كثيرا على الإيميل الخاص بك، لا تقم بالضغط عليها فقط وافق على الشروط، ثم تقوم بالضغط على سيبمايت، وبعد أن تقوم بالضغط على سيبمايت تتوجه إلى اللوغين وتقوم بالدخول إلى حسابك. ريمبر مي تذكرني دائما، نقوم بالضغط على اللوغين وسوف نقوم بالدخول مباشرة إلى الموقع. فكما ترون الأخوان الكرام فأنا قمت بالتسجيل حاليا وحصلت على 50 نقطة مجانا، فكما ترون ليس لدي أي دولارات كما ترون إخواني الكرام. ننزل إلى الأسفل وهنا نجد رابط الإحالة الخاص بنا، وهنا هذا الرابط يمكننا دعوة به الأصدقاء والحصول على بعض النقاط. الآن سوف أريكم بعض الطرق للعمل في الموقع، لكن قبل كل شيء سوف نتوجه إلى أكونت، نقوم بالضغط على Edit Account لكي نرى هل كل المعلومات صحيحة. نعم. الآن نتوجه إلى يورين لنجد الطرق للربح من خلال هذا الموقع. أول شيء Social Exchange، مواقع التواصل الاجتماعي، نقوم بالضغط عليها، نجد فيسبوك يوتيوب انستغرام تويتر اسكا وساوند كلود ولينكدين. مثلا نقوم بالضغط على فيسبوك،
هنا نجد لايك لايك لايك، يعني نقوم بالضغط على اللايك لهذه الصورة أو على الصفحة ونحصل على 2 نقطة، وأيضا على صفحة الموقع جي بي تي كوينز نقوم بالضغط على اللايك ونحصل على 2 نقطة، وهنا أيضا نقوم بالضغط على هذه الصفحة ونحصل على 2 نقطة. هذا واضح يا إخواني الكرام. هنا يوتيوب وهنا واتش يعني مشاهدة، عندما نقوم بمشاهدة هذا الفيديو نحصل على 1 نقطة. وهنا الانستغرام، هنا يقول لك اللايك، يعني نقوم بعمل لايك لهذه الصورة ونحصل على 2 نقطة. هنا التويتر، حاليا لا يوجد أي عرض على التويتر، نقوم بالخروج. ويمكنك أيضا عبر هذه المواقع التواصل الاجتماعي، وهنا لا أعرف، يقول لك قم بوضع الرابط الخاص بك على هذا الموقع ريفيرب ناسيو، ثم تقوم بالضغط على سبمايت. لا بصراحة أنا لا أعرف هذا الموقع، فقط أعرف سون كلود ولينكدين. الآن أتطرق إلى الطريقة الأخرى الثانية، نقوم بالضغط على يرن، وهنا الترافيك إيشونج يعني تبادل الزيارات، يعني تضع هنا الرابط المختصر الخاص بك، تقوم بوضعه هنا على أد باج، تقوم باختياره، تبحث عن ترافيك وتضع هنا الرابط الخاص بك، وعندما يقوم أي شخص بالدخول تربح أنت عبر ذلك الرابط المختصر. وهنا كوبليت أوفرز، إكمال بعض العروض، أقوم بالضغط على ونانتس، ننتظر قليلا ثم تظهر لنا العروض. نعم إخواني الكرام، فكما ترون نقوم بالضغط على جاكسبت. كما ترون هنا يقول لك يير موني فور يور اوبينيون. هنا سينج اب، تقوم بالتسجيل في هذا التطبيق وتعمل في بعد الوقت وتحصل على 19.25 نقطة. وهنا كويز، لا أعرف ما هي، هنا تحصل على 10 نقاط. وهنا الديلي سيرفر، يعني اكمل بعض العروض وتحصل على 40 نقطة. وهنا سينك اب اند جيم، هنا يقول لك التسجيل في هذا التطبيق واللعب فيه لبعض الوقت، او هنا يقول لك ريجستر اند كولكت 500 سول جيمس، يعني تقوم باللعب وتصل الى 500 نقطة او تصل الى 500 مرحلة وتحصل على 80 نقطة. وهنا الديلي سيرفر، يعني تقوم بملء بعض المعلومات أو إكمال بعض السيرفرات وتحصل على 80 نقطة. نأتي إلى أنكويت، هنا أيضا تجد بعض العروض، هنا موبايل الخاص، التطبيقات الخاصة بالهاتف حاليا لا توجد، نقوم بإزالة هذا الصفحة، نتوجه إلى عرض آخر أو شركة أخرى لنرى هل هناك بعض عروض مميزة. ننتظر قليلا اخواني الكرام، فالنت ضعيف عندي قليلا، او حاليا لا يوجد هنا عرض. نعم يوجد، نقوم بالضغط على اكسبت، ننتظر قليلا. هنا احصل على مكافأة عبر اكمال استبيان، تحصل على 84 نقطة. اجب على الاستبيان، هنا ايضا اجب على الاستبيان، اجب على الاستبيان، تحصل على النقاط يا اخي الكريم. نقوم بالضغط على اوفرز سي سي سبمايت اكونت، نقوم بالضغط فقط على السيرفر لكي تظهر لنا جميع العروض. هنا تقوم باكمال بعض الاستبيانات وتحصل على النقاط، فكما ترون 84 66 نقطة، 54 هنا 100 نقطة. You can complete this over several times a day. Every day convert. تقوم بإكمال بعض السبيان لهذا الموقع وتحصل على 100 نقطة. فكما ترون يا أخي الكريم، فعند دخولك إلى هذه الخاصية بإكمال بعض العروض يمكنك الحصول على 10 دولار يوميا يا أخي الكريم.
لأن هنا تجد بعض النقاط مرتفعة عكس النقاط الأخرى التي تضغط على لايك للفيسبوك أو متابعة حسابات على القنوات وتحصل على نقطة أو نقطتين، لكن هنا تجد 80 نقطة، 50 نقطة، 100 نقطة. فبهذه الطريقة يا أخي الكريم يمكنك الحصول على 10 دولار يوميا. الآن ننتقل إلى الطريقة الأخرى للربح، هنا كوينز جوب. هنا تقوم بإضافة الرابط الخاص بك للعمل أو ما شابه ذلك. فأنا لا أعرف ما هذه الطريقة يا أخي الكريم، لذلك سوف نتجنبها. الآن نأتي إلى بلاي جيم وآخر المرحلة بلاي جيم. هنا تظل لك بعض الألعاب تقوم بلعبها وتحصل على النقاط. تقوم بالضغط هنا، هنا تجد بعض الألعاب تظل لك هنا، تقوم بالدخول إليها وتلعب يا أخي الكريم، أو تقوم بتثبيته على الهاتف الخاص بك وتحصل على النقاط. هنا يقول لك yes you can play and you earn cash with GPT coins، يعني هنا تستطيع اللعب والربح المال عبر الموقع GPT coins every 1 minute 1 coins، يعني تلعب كل دقيقة تحصل على 1 نقطة. You have to play 5 minutes 1 game to claim. هنا you have لديك أو يقول لك عليك تلعب 5 دقائق وتحصل لكل لعبة. هنا الماكسيمو 5 دقائق لكل لعبة يا أخي الكريم. وهنا يقول لك not your shield، لا تقوم بالتخطي الألعاب، عليك بأن تقوم باللعب وتحصل على النقاط يا أخي الكريم. وعندما تقوم بجمع النقاط وتريد التحويل إلى الدولارات، تأتي إلى كوينز تقوم بالضغط عليها، ثم تقوم بالضغط على كوينز تو كاش. هنا عندما تصل إلى 300 نقطة يمكنك التحويل إلى 1 دولار. تقوم بكتابة هنا 300 نقطة على هذا الشكل وتقوم بالضغط على سبمايت، وعندما تقوم بالضغط على سبمايت سوف تجد هنا 1 دولار يا أخي الكريم. وعندما تصل إلى 3000 نقطة تقوم بالضغط عليها، 3000 نقطة تساوي 10 دولار يا أخي الكريم كما ترون، و5000 نقطة تساوي 16.66 دولار. ف5000 يا أخي الكريم يمكنك الحصول عليها عن طريق العمل في إكمال بعض العروض الخاصة بالسي بي اي، أو يمكنك دعوة الأصدقاء والحصول على النقاط يا أخي الكريم. تأتي الأكونت تضغط على أفيليات وتجد الرابط الإحالة الخاص بك لدعوة الأصدقاء، وهنا العدد الأشخاص الذين تقوم بدعوتهم، هنا الأرباح الخاصة بالأشخاص الذين قمت بدعوتهم. عندما تقوم بدعوة أي صديق تحصل على 5 نقاط، وعندما يقوم هذا الشخص الذي قمت بدعوته في العمل في الموقع تحصل على 20% من أرباحه الخاصة يا أخي الكريم. والآن بقيت لدينا خاصية واحدة وهي الترويج لقناتك. مثلا لديك قناة ضعيفة وبعدد قليل من المشتركين، فيمكنك الترويج لها من خلال هذا الموقع، ولكن لا أعرف إذا كان هذا مخالف لسياسة يوتيوب أو لا. سوف أريك فقط. يمكنك الترويج لصفحتك على الفيسبوك، فذلك ليس مخالف للقانون يا أخي الكريم، وأيضا زيادة عدد المشتركين على حسابك الانستغرام. تقوم بالضغط على اد اج اد باج، هنا نقوم بالضغط عليها. مثلا اريد الترويج لحسابي على انستغرام فولورز، انستغرام فولورز او انستغرام لايك، يعني ضغط لايك للصورة. انا اريد زيادة عدد المشاركين، نقوم بالضغط على انستغرام فولورز، وهنا يوزر نيم، نقوم بالضغط هنا كتابة الاسم الخاص بي على الانستغرام، نقوم بكتابته هنا. وهنا أضع العدد الذي أريد أن يأخذ ذلك الشخص عندما يقوم بالضغط على اشتراك متابعة على حساب الانستغرام. مثلا قام الشخص اخترت 2 نقطة. مثلا قام الشخص هناك بمتابعة حساب على الانستغرام يحصل على 2 نقطة، وسوف تنقص من خلال هذه 50 نقاط 50 نقطة، سوف تصبح 48 نقطة. هذا واضح يا اخوان الكرام. واذا قمت بوضع ثلاثة نقاط عفوا،
وعندما يقوم أي شخص بالضغط على متابعة لحساب على الانستغرام يحصل على 3 نقاط، وسوف تنقص من هنا من النقاط الخاصة بي. وعندما تقوم بإضافة الصفحات التي تريد ترويجها مثلا فيسبوك أو انستغرام، تأتي إلى ماي باج، تقوم بالضغط عليها، وسوف تجد الإضافات التي قمت بإضافتها، سوف تجدها هنا يا أخي الكريم. الآن بقيت لدينا طريقة واحدة وهي السحب. نقوم بالضغط على كاش، وهنا نقوم بالضغط على ويتدراو ماني. هنا الحد الأدنى للسحب هو 4 دولار. عندما تصل إلى الحد الأدنى 4 دولار، تقوم بكتابتها هنا. هنا تقوم بكتابة account number، يعني الإيميل الخاص بك على الباي بال. هنا تختار الباي بال أو الباير. مثلا أريد السحب على الباي بال، هنا كما قلت لكم الإيميل الخاص بك على الباي بال، تقوم بالضغط على سبمايت. وسوف كل ما عليك فعله هو انتظار تقريبا 48 ساعة لكي تتوصل بالأرباح الخاصة بك. والحد الأدنى كما قلت لكم هو 4 دولار يا إخواني الكرام. فكما قلت لكم فهذا موقع صادق، ويمكنك الربح من خلاله 10 دولار يا أخي الكريم بشكل يومي. وقد شرحت لكم كل الطرق للربح من خلال هذا الموقع، وأيضا ترويج لقناتك وحساباتك على الانستغرام والفيسبوك والتويتر، وأيضا طريقة السحب من خلال هذا الموقع. ولم يتبقى أي شيء نقوم بشرحه على هذا الموقع. لذلك يا إخواني الكرام سوف أوقف التصوير، وإلى هنا وانتهى الفيديو، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.